الطريق بإذن الله سيسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف إلى تعزيز الربط وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي بإذن الله. سيسهم هذا الطريق في فتح فرص استثمارية واعدة بين البلدين. إن شاء الله يكون الطريق هذا إن شاء الله رافد خير للبلدين، سواء على المستوى التجاري أو المستوى السياحي أو مستوى ضيوف الرحمن بإذن الله. هي صعوبة التضاريس وقسوة المناخ في منطقة الربع الخالي لما يمتاز فيه طبعا من الكثبان الرملية. تم استخدام معدات خاصة لنقل الرمال كانت بعدد 750 معدة ثقيلة تلائم جغرافية الصحراء في الربع الخالي.